السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه النهارده؟ ما تيجي نقولها بالانجلش بقى مع بعض كده. How are you? How are you? I'm fine, thank you. انا كويس الحمد لله. How are you? How are you? I'm fine, thank you. How are you? How are you? I'm fine, thank you. How are you? How are you? I'm fine, thank you. How are you? How are you? I'm fine, thank you. عرفنا السؤال والرد عليه ازاي؟ انا قلت ابتدي معاكم بحاجه حلوه النهارده. تعالوا بقى نشوف احنا عايزين ايه. فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا موضوع مهم جدا بتاع الحصه دي؟ الموضوع المهم بتاع الحصه دي حرف السي. حرف السي بتاعنا ده مره بيتنطق سي ومره بيتنطق شي ومره بيتنطق كي. اتلخبطنا. طب ما نشوفها كده ازاي. ان هو حرف سي ما بيتنطق سي وبيتنطق شي وبيتنطق. معلش كاني ما اتكلمتش. تمام اوكي. فاكرين احنا خدنا المره اللي فاتت حاجه اسمها الحروف المتحركه خمسه، الاي والاي والاي والاو واليو يعملوا كلمه ايو. تمام، احنا خدناها المره اللي فاتت. اي حرف غير الخمس حروف دول اسمه حرف ساكن. حرف ساكن، ساكن فين؟ انا بصراحه ما اعرفش. تمام كده. حرف الكي ساكن ولا متحرك؟ ساكن، consonant. very good. طب حرف الاي ساكن ولا متحرك؟ متحرك، vowel. it's very good, excellent. تمام، تعالوا بقى نشوف احنا هنستخدم الكلام ده كله ازاي. بصوا اسمعوا الاغنيه الحلوه دي. سي مع اي، سي مع واي، سي مع اي بتبقى سي. نشوفها كده مع بعض تاني. سي مع اي، سي مع واي، سي مع اي بتبقى سي. ايه ده سي مع اي وسي مع واي وسي مع اي بتبقى سي. بس يا جماعه لو بعديهم حرف ساكن ما ننساش الاغنيه، ما تنسناش نفسنا. تمام اوكي، ما ننساهاش دي. بس الله يخليكم. ازاي يعني؟ انا مثلا عندي كلمه سيتي. سيتي، سيتي يعني مدينه. سيتي يعني مدينه، مدينه. تمام، السي معاها اي. طب وبعد الاي في ايه؟ في حرف ساكن ولا متحرك؟ ساكن، هو ده. يبقى لازم نقولها سيتي على طول، ما تبقاش كاتي. والنبي لا، والنبي غلط. تمام كده، نقولها تاني بقى الاغنيه الجميله دي. سي مع اي، سي مع واي، سي مع اي بتبقى سي. سي مع اي، سي مع واي، سي مع اي بتبقى سي. طب امال لو بعديها حرف متحرك هنعمل ايه؟ نشوف. سي تاني مع اي، سي مع واي، سي مع اي بتبقى ش ش ش ش شي. بس لو بعديها متحرك ازاي؟ ازاي حد يعرف يجيب لي كلمه زي اللي خدناها المره اللي فاتت؟ نشوف الكلمه الجميله دي. خدناها المرة اللي فاتت. تمام، سي مع اي، سي مع واي، سي مع اي بتبقى ش ش شي. ازاي؟ سوشيال، سوشيال، سوشيال. مركزين؟ واخدين بالنا من المرة اللي فاتت؟ سوشيال. ليه سوشيال؟ ليه ما قلتهاش سوشيال؟ ليه ما قلتهاش كده؟ ادي السي اهي، نركز بس في النقطة دي. بعديها حرف اي، بعديها حرف ايه اللي هو حرف متحرك. يبقى نقول تاني الحتتين الجزئين دول. سي مع اي، سي مع واي، سي مع اي بتبقى سي. بس ده لو بعديها حرف ساكن، اوعوا ننسى. تمام كده. طيب نشوف اللي بعدها. سي مع اي، سي مع واي، سي مع اي بتبقى شي. بس لو بعديها حرف ايه؟ متحرك. اتفقنا كده يا جماعه؟ سهلة الجزء ده، سهل؟ ها؟ كده مفهوم؟ طيب، امتى بقى بتتنطق كي؟
اما يكون بعديها اي حرف في الدنيا غير اللي احنا قلنا عليهم دول. تمام كده؟ زي كلمة ايه؟ كات. هي السي بعديها ايه هنا؟ ايه؟ ولا مع اي ولا مع واي ولا مع ايه؟ خلاص، طالما السي مفيش وراها اي وواي وايه يبقى بيتنطق كي بس. اتفقنا؟ طبعا غير السي اتش اللي احنا قلنا عليها قبل كده. اتفقنا كده؟ كده هو ده الفرق بين حرف السي، ان انت بيتنطق سي وامتى بيتنطق شي وامتى بيتنطق كي. وخلصت الحصه بتاعتنا النهارده. نشوفها تاني. احنا عندنا ثلاث حالات. اول حاله اللي هي حرف السي، ننطقها ازاي السي في الكلمه؟ سي مع اي، سي مع واي، سي مع اي بتبقى سي، بس لو بعديها حرف ايه؟ ساكن. برافو. تمام؟ طيب نشوف الحالة التانية. سي مع اي، سي مع واي، سي مع اي بتبقى شي، بس لو بعديها حرف ايه؟ متحرك. وفهمنا ده؟ وفهمنا ده. طب سي مع اي حاجة تانية بقى غير اللي احنا قلناها دي؟ ولا اي ولا واي ولا اي ولا واي ولا اي بتبقى كي. سهلة. كات. كار. خلاص الحصة خلصت، وحرف السي اللي عامل لنا مشكلة خلاص راح. اشوفكم على خير الحصة الجاية ان شاء الله بإذن الله، واتمنى يا رب تكون الحصة السريعة الحلوة دي كده عجبتكم النهاردة. كان معاكم ميس شيماء عبد الحليم، واوعوا ما تعملوش اشتراك في القناة. يلا باي باي.